السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا الجديدة اليوم من برنامج الدكة. معي أنا مراد على قناتكم المفضلة قناة حضرموت. نرحب بكم اليوم ومعانا ضيف مميز الصراحة. أول شيء أول حطوا الأرقام يا جماعة، خلاص الناس عارفين أن اسمي مراد، الدكة مع مراد أكيد مراد. حطوا الأرقام، الأرقام هذه شاركوا معانا واتصلوا علينا على البرنامج عشان تشاركون معانا. إن شاء الله الكل فايز بإذن الله، وآخر كل حلقة أنت من أهل البرنامج. أوكي إن شاء الله كل يوم حنسوي سحب على أحد الفائزين بجائزة قدرها 500 ريال سعودي. واليوم إن شاء الله جينا لفقرة الضيف، معانا ضيف متميز، ضيف أبدع بفكرة بسيطة وانتشرت وحققت ملايين مشاهدات. إن شاء الله ما بغيت طول عليه لأنه واقف مسكين من أول عند الباب، قالوا اطلع برا اطلع برا. معانا الضيف ومعاكم وواقف هنا عند الدار عند باب السدة، يا حي وسهلا محمد باوزير ابو حضرم ستايل. يا حي وسهلا، يا ليل، مرحبا، اخبارك؟ ما بيقفل، ما بيقفل، مش عقلة دي. اي والله جابوا نجار. قعد قعد انت، اي بخلي حد من الزقور واعواله. يا حي وسهلا محمد باوزير، كيف الحال؟ نورتنا والاخبار وشرفتنا. الله يخليك، الحلقه نور نوركم امورك طيبه، نوره بالديكور الجميل ده. الله يخليك، عادك ما صلحت شعرك صح؟ والله ماشي الفرفه قاعد. ايوه خليك طالع فيه كذا طول الوقت عشان شط لقداي. ايوه محمد باوزير ما شاء الله. محمد باوزير بكالوريوس اداره صح؟ بكالوريوس اداره من جامعه بترول في مدينه الشرقيه ما شاء الله تبارك الله. تكلم انت عن نفسك، تعبت انا وانا اتكلم صراحه، تكلم شوي. طيب السلام عليكم، كيف الحال؟ انا طالب اداره هنا في الشرقيه. عادها برضه تشرف. لا لا لا، عشان قلت مدينه الشرقيه قالوا لي ماشي اسمه مدينه الشرقيه، منطقه الشرقيه. فانا واحد من المبتعثين هنا في المملكه السعوديه، و درست اداره في جامعه الملك فهد ما شاء الله. كانت يعني شغف لي من البدايه من اول، ويعني حبيت ان نستمر فيها، والحمد لله الامور طيبه. تخرجت قبل اسبوع ما شاء الله، بقراطيسي ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفقك. ناخذ اتصال ونرجع نكمل حوارنا معك لما تصلح. يا سلام عليكم. الو جود. جود الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام جود، كيف حالك؟ تمام الحمد لله ما شاء الله. اول متصل استفتاح. ها الحمد لله. طبخين ايه النهارده؟ سحور. ايوه ملا. رز ودجاج. رز ودجاج كبسه ولا رز ودجاج عادي؟ لا لا عادي الحمد لله. قبل يومين ما حد اتصل علينا كلهم لاقين كبسه. سمعي ايه، جاهزه للسؤال يا جود؟ ايه ان شاء الله. بسم الله. السؤال يقول ليتوانيا واستونيا ولاتفيا. يا ساتر. ايوه ما انا حسبتها ساتر. كريمات اول. تسمى دول البط ام البطريق ام البلطيق؟ والله هذه واضحه يا جود. انت عارفها محمد؟ خلاص باقي شوي نرفع لها علم. خلاص قول لها يلا غششها. البلطيق. هنا كاميرتك. من من البلطيق؟ البلطيق. دمبقي يا ليت، دمبق يا ليل. باوزير انت اول مره تطلع في برنامج لايف؟ لايف اول مره. عشان كذا شوف كاميرتك ذك دي كاميرتي. بغيت بتكلم. ايوه بغيت اتكلم مع حد ذك الكاميرا على طول يعني. هذا حقي لو سمحت. طيب خلاص. ايوه لا تجي عند حقي. شوف هذا عيب. كان حب يقول دي حق مراد ودي حق دام. ايوه لا خلاص خلاص، كل واحد يشط له قدامه. خلاص ايوه شط له قدامه. كلام الله زين. السؤال الأهم اللي أنا بغيت بعرف إجابته الصدق، أنا ما نعرف إجابته. فكرة الكليب والفيديو حق بو حضرم ستايل. أيوة. كيف بدأت؟ وش الفكرة؟ هات القصة. والله دي قصة طويلة. عادي بنقولها وإن جاء اتصال بنوقفك وبن. طيب. بعدين. باختصار نحن كنا مجموعة كده من الشباب، كلنا فنانين. ما شاء الله. اللي يغني واللي يرسم واللي واللي واللي، فكنا بغينا بنسوي شيء كده يعني لنا وللزمن ولا كذكرى. ما شاء الله. ما كان فكره انها تطلع شيء كبير ولا انه نشتهر ولا اي حاجه. بس لقيته ما سبيل. ايوه ما لقيته ما سبيل. برادي يلا خلاص تقول. مره ثانيه مره ثانيه. فباختصار الفكره دي جت كانت في ذاك وقت الزبه
حق غانغنام ستايل. غانغنام ستايل إيه. فقلنا يلا نلقى في حضرم ستايل. ليه لا؟ في صنعاء سبقونا احنا وفي عدن سبقونا احنا. ما شاء الله كان في فيديوهات ثانيه. ايوه كانت في فيديوهات ونحن يمكن اخر ناس طلعنا هذا في اليمن كلها. فقلنا نسوي واحد وربك جاب الخير. يعني كيف جات الفكره؟ يعني احيانا بعضهم يجي يقول يا اخي كيف اللي بنقوم بنلاقي فيديو وبعدين تموت الفكره والعادي يلقون انتم فين تم التصوير اساسا؟ كله في المكلا. في المكلا ما شاء الله. نزلتوا كيف وفرتوا المعدات؟ كيف اللوكيشنات التصوير؟ كله شغل الشباب. الشباب حد جايب سيارته، جيب عفش من الدار، نجيب قرابيع، ثياب، معاوز اللي بويته. ما شاء الله. وصورنا وربك جاب الخير. بعدين جبنا شيادر، مجموعه شيادر كذا يمكن 12 وحده او شيء زي كذا. دبرناها ما انا داري من وين هذا. والشمزه جبناها كلها مبيض كذا. جمع شميزه شمزه. هذا برجع له. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا عمر؟ الحمد لله. اخبارك زينه؟ غلقت الرصيد. برضو حد ولا برنامج بدا ماله 3 دقائق 4 دقائق غلقت الرصيد. يا عشان نفوزك. انا عارفين الحركات هذه، عارفينها. جاهز للسؤال؟ ايوه جاهز ان شاء الله. بسم الله. طيب، سمي بداهية العرب فمن هو؟ طيب، هل هو عمرو بن العاص ام عمر بن عبد العزيز ام هارون الرشيد؟ طيب يا عمر. عمر بن العاص. ها؟ عمر بن العاص. يا شيخ دنبق يا ليت. الله يعجبوني اللي يجاوبون تو عندهم يعني المخزون. شوف بعد شويه بلقيه على ابو حضره مستايل، بلقيه قنقم مستايل. لا لا هلل هلل مع دنبق يا ليت. بغيناك تقوم تشتري. ايوه ليت هلل. وين احنا؟ كذا من 5 سنين قد رقصنا اخي، نسيت الرقصه حتى. الحين لا انت بترقص بتقوم قم. لا ما انا شوي كبرت والله. شوي كبرت. كرشه خذ انت الاتصال. يلا قدام. السلام عليكم. عليكم. هنا. ايوه هذا من معنا؟ الو. هلا هلا حسن بن سليم. حي الله حسن، كيف الحال؟ الله يبقيك، كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله. شهر مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. واتلقونا اليوم ومعكم في الفطور. والله الفطور طال عمرك سمبوسه وشوربه وعصير. حق الناس او عصيد؟ يبغون عصير من هنا. لا 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 عصير. ما في عصير. طيب السؤال. هات السؤال. يلا خذ سؤال انت. طيب يقول لك ما الكتاب الذي كتبه أفلاطون في علم الاقتصاد؟ يا ساتر. طيب سؤالي فزة. طيب لا ما عليك، بس ما عليك، بنساعدك أحسن، بنساعدك. الحضارم المفروض بدون اختيارات نعرفه، بس والله ما هو ببالي. ما فهمت. حضارم بدون اختيارات، خلاص فاهمين الاقتصاد. طيب كأنك. طيب يقول لك مملكة أفلاطون. نعم. أو إمارة أفلاطون. أو أو جمهورية أفلاطون. اعتقد والله اعلم الاختيار الثالث. صحيح. يا سلام عليك دمك يا ليد. والله على طول دمك يا ليد. هلا اليوم مثقفين والله. اشتري خليها معك باقي سؤال. صح فيها هذا واحد خله عندك. السلام عليكم. السلام. من معي؟ معك بدر. هلا يا بدر، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اخبارك؟ والله بخير بدر. في يعني متى تطلع يا بدر؟ يوم 15 ولا يوم 14؟ اثنين. تطلع في الاثنين؟ ايه. وليه تتصل يوم 5؟ امس 14 واستقر هناك 15. وليه اتصلت يوم 5؟ والله عشان بس امهد. حبيبي تشرفنا والله في يوم. هلا بك. جاهز للسؤال يا بدر؟ يلا. بسم الله. يقول لك استخدام حق النقد والاعتراض. ها؟ هذا الوالد يقول لك دمك. دمك يا ليل يا مراد، خلاص مراد. ها؟ يا مراد دمك يا ليل. هات 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 ابوك، هات ابوك. دمك يا ليل. انت هات بنسلم عليه يا اخي، بنبارك له الشهر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، حيا سهلا يا عم. هلا حبيبي مراد، والله احبك والله. قسم بالله ان انا احبك يعني اوفر. ايش اقول لك؟ ايش اقول لك؟ شهر مبارك، شهر مبارك علينا وعليك ان شاء الله. ايش كمان بتقول لي؟ قل دي في خاطر. خلاص
تسريحة الضيف عجبتك؟ دمبق ولد. بس ما شاء الله صوتك أصغر من ولدك. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ما شاء الله لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك العافية. إيش سموها نقضة ولا إيه ولا نقوضة ولا إيش يقولون؟ نقوضة نقوضة نقوضة. نقوضة. طب أنا بسألك يا عم سؤال. هات. ما معنى نقوضة؟ نقوضة عزيمة يعني. دمبق يا ليل ولا يهمك. دمبق يا ليل. تفضل. يا حي وسهلا. الو الو. محمد من الرياض. السلام عليكم. هلا محمد، كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير. خير مبسوط. كيف اخبار مراد؟ والله طيب بخير، كيف امورك انت؟ شكله عرفنا مراد. شكله ها؟ عرفتك؟ لا لا مراد شكله عارفنا. مو غريب عليه. والله ارسل لي صورتك وبشوف. اللي طلبه كم قطعة طماطم؟ هلا هلا بالقصعة بالمفك. أنا القصعة. هلا 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 والله ما شاء الله. أمسك الخط معك. طب اليوم قل لنا شعر. يلا خذ مقاولة الحين لقنا إن شاء الله. قل 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 شعر علي ولا على الضيف محمد باوزير؟ اللي تبغاه. يلا. لا 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 ما معي شيء اليوم. ها؟ كيف ما معي شيء اليوم؟ أبي خزوتك. اليوم صايم. اليوم اليوم صايم؟ صايم اليوم. وأمس كانوا أنتم لما تصومون يعني؟ الحمد لله تمام. مثل مساكية عندكم. كيف؟ جاهز للسؤال؟ يلا جاهز يلا. يقول لك استخدام حق النقض والاعتراض للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. أيوه. يسمى البيتو؟ الله عليك دمبق يا ليد، والله أنك قصعة مفك. دمبق يا ليد. فرح. يا حي فرح. الو فرح كيف حالك؟ بخير مبسوطه. الو اسمه. الو فرح. واو فرح من داخل. واو ما تسمعون هل الدار. واو هلا حي فرح كيف حالك؟ هلا 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 فرح. كيفش؟ اه صغيرة ما شاء الله. صغيرة. يا حية وسهلة، كم عمرك؟ خمسة. خمسة. خمسة يا حيابش، في الروضة ولا ايش؟ قول لها قول لها خمسة زائد واحد كم؟ بنشوف الشاطرة ولا لا، خمسة زائد واحد يساوي كم؟ ها فرح؟ فرح؟ صباح الخير. يغششونا اللي جنبها، فرح فرح. واو. فرح انت سنه كم؟ ما ادرس. ما تدرسي؟ السنه الجايه بتصيري سنه كم؟ في الروضه. في الروضه. والسنه الجايه بتصيرين سنه كم؟ سنه اولى. ايوه سنه اولى. أول. أدم بقالت خلاص بغينا. أولى أول أي حاجة. أهلا يا غش. استاهل. استاهل. تلقط. تلقط شوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير وعافية. الاسم الكريم. صالح الرحيم. أهلا يا صالح. أنت قد اتصلت قبل كذا صح؟ اتصلت دوب دوب اتصلت. ما شاء نحن اسفين والله. نحن اسفين كله من بامشموس الحين بيزعل. ولا مفوت. جاهز للسؤال يا صالح؟ جاهز للسؤال. ولا مبسوط عشان الخط مسك بغيت بتقعد معنا شويه نهرف؟ لا بتهرف وبلا هرف وبغيت بلدين السؤال حق. حذف. انت ابغيت دي تؤمر فيه. حذف بالسؤال هك. حذف بالسؤال. حذف بها. طيب. والله بغيت بحذف بس باقي سؤال. يقول لك شعار الولايات المتحدة الأمريكية هو الديك أم الأسد أم النسر الأصلع؟ شعار الولايات المتحدة يقول لك هل هو الديك النسر أم اللحظة الديك أم الأسد الديك أم الأسد أم النسر الأصلع؟ النسر 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 الأصلع. دمبو قلد دمبو قلد عليك.
الحين بنضيف الضيف. اتصال ورا اتصال ما شاء الله. عاش طول. السلام عليكم. وعليكم السلام. فايز. ايوه. الله يجعل لك من اسمك حظ ونصيب. امين يا رب العالمين. بغيت بتفوز ولا؟ ألف. امين يا رب العالمين الله يسلمك. وطي صوت التلفزيون، عاد التلفزيون يوصل الصوت متاخر. لا قفلت التلفزيون. لا وطي الصوت وعادي يتفرج علينا وشوف اسمك في الشاشة. الله يعطيك العافية. أما وشي أهني أهلي في حضرموت في غيلبة وزيف. ما شاء الله. نسبة شهر رمضان كل عام وأنتم بخير. آمين يا رب. مدام أنا ما بدخل بين العوائل يا العم، أنتم تفاهموا مع بعض. الضيف معنا محمد باوزير. يا حيا فايز. يعني لو قلت بالأخص يعني القارة أو يمكن ما يعرفها يعني. نعم بس رياض القارة. القارة القارة الحافة قده قريب. من حافته هو قريب قريب هون كلها كل الغير كلها شبرين. ما شاء الله شبرين دارين وصلنا. خلاص ابن عمك يسألك ما له حق. ها فايز نبى أسألك دام الشغلة فيها من الهود كأنك الله الله ابن عمك يعني. أوه ما عليك فنظبطك. طيب يقول لك معجم لسان العرب لابن منظور، فما اسم معجم أبي بكر الزبيدي؟ تاج العروس أو أساور العروس ولا ثوب العروس؟ تاج العروس. يا سلام عليك دنبق يا ليل. ما شاء الله يعجبوني اللي يجاوبون تونا. شو الاتصال؟ يا حيا وسهلا. الو 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 هلا كيف حالك؟ الحمد لله طيبه. من معنا؟ منال من الرياض. هلا منال كيف الحال؟ الحمد لله تمام. شهركم مبارك. منال مبارك من عبدون. الله يخليكم. وخلصت الاسئله اللي معي. طيب ولا يهمك. شوف بس سؤال سهل ولا صعب؟ منال ايش طابخين اليوم؟ هدي خلصته. منال ممكن توطين صوت التلفزيون شوية؟ سمعينا من التليفون. منال ممكن سمعينا من التليفون بس. سمعت من التليفون. تمام رايضين دحين؟ أيوة تمام. طيب إيش طبخين اليوم؟ طبختوا شي رز؟ لا والله طول. طيب إيش اسم الصحون؟ ها؟ بن عيد عيد يا أمراض قرب العيد عيد عيد قرب قرب من التلفون قرب قرب العيد يمكن العيد. ما شاء الله عليكم الحضارة من الصلاة على النبي، واحد يتصل والعيلة كلها تتكلم. ما شاء الله مكبر صوت. ما أنا بغيت بعرف ايش تقول. سمك سمك ماشي سمك تعرف العيد العيد يا بوي يا بوي ماشي منك. يا اخي ما يعرف شيء خله ذا العيد العيد حق العيد حقنا يا العيد حقنا من الشري او بس تمام. انتوا عندكم اياكم ناشف العيد. طيب قرب قرب شويه خلنا احنا نسمعك سوا. هات لك عباية عشان تغطى. هات لك عباية يقول لك. لا لا ما هو إلا بس كتمك كان في ريحة كتمة فقلت أوفوه جاهز رسبوا هذا. جاهز للسؤال؟ أيوه نعم. رجعت منال خلاص تمام دحين. طيب معنا سؤال حق رز. طيب سؤال. طيب يقول لي ايش اسم الصحون الكبيرة اللي يقدم فيها الرز واللحم للمعازيم في الأعراس في حضرموت؟ التباسي ولا المسارف ولا المعاشر؟ اللي صعب بعده. التباسي. التباسي دمك يا ليل يا ليل. ما شاء الله الله الله. شفت كيف البرنامج سهل وبسيط وبغينا منفوز كل الناس يستاهلون يستاهلون والله كلهم مثقفين ما شاء الله من اول مره والله ما شاء الله تو تو تو
دحين احنا بس بنروح فاصل وبنرجع نشوف باقي المثقفين. يلا تمام. فاصل وراجعين، خلوكم موجودين. سلام عليكم. عدنا إليكم محل لقانا في الميدان، ما زلنا طبعا في ماليزيا وعاصمتها كوالالمبور. نسأل هنا في أسواق الحالمة تعز، كيف حالك؟ الحمد لله. ركز معي يا عم راشد، يبدو أن مشغول. أصحاب شبوة إيش تقولوا؟ أنا إن شاء الله في ترين بيب رصون التان في الوصر وسموك الفقر لقدك ضاوي. إيش هذا؟ توصل معنا إلى 50,000. إحنا بالبقرة ونشرب. وش الجائزة؟ 10,000 ريال من الشركة العربية لمن الأسماك. اسمع لهم تحية أقوى. الشركة العربية اليمنية للأسماك. والله ما أجيب إنشودة، أطبخ بس ولا أنشد شيء. والله يعين على الترجمة الماليزية، ليس الإنجليزية ولا العربية. نبدأ معكم هذا الترحال الجديد مع طاقم الميدان في الموسم الثالث. طبعا رمضان كريم. هابيل قتل قابيل. احسب لك الثلاثة تنطلق. I've never really spent any time there. I've only flown through. الميدان تري هادرمون. هذا البرنامج برعاية الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج الدكة. معي أنا مراد ومعانا الضيف الجميل محمد باوزير، للناس اللي عادهم انضموا إلى البرنامج. محمد باوزير صاحب أغنية أو فكرة كليب بو حضرم ستايل على وزن قنقم ستايل أيام ما انتشرت قنقم ستايل. فسمعنا أنك رحت أمريكا. أيوة. أوف. مرتين. مرتين ما شاء الله. ألقيت هناك والله دردرت شوية كده نشوف يعني الناس. تمشي. أيوة. دردرت. دردرت. من هو؟ هذه دي كلمة جديدة. اليوم قاموس يا مراد. الله قاموس. 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 طيب هل كان الكليب له أيوة. دور في روحتك لأمريكا؟ جزء يعني. أول شيء الكليب ما كانت فكرته حقي، تمام. كنا مجموعة شباب وكلنا فكرنا في نفس الفكرة مع بعض. زي ما قلت لك كنا شفنا الشباب الثانيين في صنعاء في عدن. يعني على نفس الـ هذا ما شاء الله. ونحن بغينا بنسوي شيء لحضرموت ومن حضرموت، ففكرنا بالفكره كلها مع بعض وقلنا نمثل حاجه. الـ الشباب او مجموعه الشباب هذول كلهم كنا في جروب اسمه مواهب حضرموت. ما شاء الله. كلنا في الواتساب؟ لا، جروب او فريق يعني في في الواتساب ضيفونا. نضيفك. فبس كنا بغينا نسوي اشياء الفن والفنانين والشباب يعني اللي كمانا، وعشان كذا طلعنا بالواحده من الافكار اللي كانت بحضرم ستايل. وكان عشان كذا يعني كل الاشياء اللي سويناها هذيك في الجروب ده وفي المبادره دي هي اللي كانت سبب في طلعتي لامريكا. ما شاء الله. شاركت في برنامج هناك. شاركت في برنامج في امريكا؟ ايوه، شاركت في برنامج القياده والمجتمع المدني هناك، ومع مجموعه كبيره من الشباب من الشرق الاوسط كله. يمكن 120 شخص من الشرق الأوسط كلهم شباب، ويعني تعلمنا عن القيادة هناك و... ما شاء الله. موفقين والله باوزير. الحديث لا يمل معك حبيب قلبي. بس بغينا بنشيل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ووو سعيد. هلا والله. حي وسهلا.
كيف حالك؟ كيف حالك يا أمراض؟ والله بخير وشهر مبروك. واو كيف روحك الكريم؟ علينا عليك إن شاء الله. والله ضيفي من أحسن ما يكون، مستمتع معاه اليوم. الله يعافيك كل عام وأنت بخير إن شاء الله. وأنت طيب مقدماً. آمين. هو بس الظاهر ما لحق يستشوره. لا خلاص سر بيني وبينه خلاص. جاهز يا سعيد للسؤال؟ جاهزين للسؤال إن شاء الله يكون بخير. بس والله طب اسمع أنا بسألك سؤال من عندي، خل الأوراق ما دام قلت في خير. في أغنية شهيرة حضرمية كان يقول بنلتقي في سعاد، ما هي سعاد؟ هذا أفكر فعلاً. أيوه أي ما هي سعاد؟ بنلتقي في سعاد. سعاد الشهر طبعاً. الله عليك دنبق يا ليد. دنبق يا ليد. قوم نشترح. لا لا دحين يلا سؤال دورك. يلا شيل خالد من جدة. يا حيا ابو خالد. هاي حياك الله. والاخبار كيفك؟ طيب يا اخوي محمد. طيب ان شاء الله. يا حياك الله. الله يحييك. يلا من وين من وين في جدة؟ من حي البغدادية. حي وسهلا. اقول لك محلات الرياضة تقفل متى؟ انا مراد تقفل الساعة 2 تقريبا. اوه ما بلحق. يلا خلاص يلا تفضل. طيب سؤالنا اليوم يقول غابات هي الأكبر من نوعها، توجد في المغرب، الأطلسي ولا الأطلس ولا الأطلال؟ واضح عاد انت تسمع دائما المغرب ايه صح؟ ها لا دي صعبة اشوفها. ايوه 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 دي صعبة. الأطلسي ولا الأطلس؟ الأطلس. ها شوفك من جدة. الأطلسي. أنا. الأطلس. الله عليك دنبق يا ليد. دنبق يا ليد. أسيل من جدة. كلها. بوكار. هيا أسيل. ألو. ألو أسيل كيف حالك؟ الحمد لله طيبة. أنا. والأخبار. عندك سؤال من راسك؟ هات له السؤال. آه خلصت هذا؟ أسيل. والأخبار. أسيل. طبخين ايه النهارده؟ ايوه. اوه وطي صوت التلفزيون. طيب يعجبوني اللي يسمعوا الكلام. اوه يقول وطي يقول لك طيب يا اخي. ايوه يلا. الو يا اسيل طبخين ايه النهارده يا اسيل؟ رز ودجاج. كل الناس اليوم رز ودجاج. يوم الدجاج الحين يعني لا خرجنا بنشتري دجاج للدار ما بنحصله، الناس كلهم اشتروا دجاج. خلاص راح يخلص. يلا جاهز للسؤال يا أسيل. ايوه معليش سؤال سؤال قبل ما يسألك الضيف السؤال، ما معنى أسيل؟ أسيل الرقة يعني. اوكي والله اني ما كنت اعرف، لكن جزاك الله خير. اليوم تعلم. طيب. يوم كلمات جديدة. ها يوم كلمات جديدة اليوم. كلمات عربية على حضرمية كله. تعرف ايش يعني كمون تليفو؟ تعرف؟ وي او بار فرنسي. ها طب فرنسا. المهم نرجع للسؤال. اي كمان تليفو كمان صفاء صفاء صفاء. ايوه بتخالد ارمندي كمان صفاء. هيا خذ السؤال يا اسيل. هيا اسيل. طيب اوه اي والله سؤال ضخم ذا. اوف طب السؤال اللي تحته هو ده. هو ورطت دي تحته هو ده. لا سؤال زين زين زين. طيب يقول لي ايش الاسم القديم لمدينه المكلا؟ ايش هو ايش الاسم القديم لمدينه المكلا؟ حلو ايوه الخياصه. الا في خيارات وطماطم كله. طيب قول لي ايش الخياصه ولا الخاصه ولا الخواص؟ انت ما تعرفه. ايوه الخياصه. ايوه ولا الخاصه ولا الثالثه؟ عيد عيد ساعدنا ساعدنا. يقول لي ايوه قول انت قول الخيارات خلي الكاميرا عندي. يقول لي ايش الخياصه ولا الخاصه ولا الخواص؟ الخياصة. الخياصة. لا اللي دوبك. الخياصة. أول واحدة هي الخياصة. يمكن. يلا عشان الزقرة دي تصيح دنبق يا ليل مسكينة مركزة مع البنية ما هو مع السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. حنان. ايوه كيف حالك؟ الحمد لله خير. تقرب لك اسيل؟ مين؟
لأنه نفس صوت البزورة اللي عنده. لا. طبخين إيه النهاردة؟ كل واحدة تتصل. كبسة دجاج. كبسة الحمد لله برضو دجاج برضو دجاج. كله كله. ما بحصل لأ خرجت اليوم. ما بحصل اليوم كنت بجيب دجاج على الفحم. انسى الموضوع. ما شاء الله تسحر الأصيد ده. والله أوباي والله نسيناه. أصيد وهريس. طب يلا نخلص المتصل. يلا دحين سرعة. حنان. إيه. بغيتي سؤال. إيش نوعه؟ والله سهل. طيب بغيتي سؤال على كبسة الدجاج؟ عادي. طيب شوفي شوفي بجيب لك سؤال له علاقة بالبوتاجاز النار طيب. دي تطلع وليه النار لها ثلاثة ألوان أحمر وأزرق؟ طيب مؤسس علم الكيمياء هل هو البيروني أم ابن الهيثم أم جابر بن حيان؟ أعرف أنت أو بالراحة واضح هذا حين دي جابر بالحياة الله عليك قول له دمبق يا ليل دمبق طبعا هذا لما اتصال ورا اتصال بعد محمد بنلحق على أصيل محمد انت شل الاتصال يا محمد هلو ها معك محمد كيف الحال بعد كورك انت ولا اخبار ما اعرفش شوف امراه بغى ياكل الاصيل ما خليته ما ضحكتي كم الساحره العجوز يلا واكلت اليوم يا محمد محمد والله تنبوكا وراح ما نعرف مين انا ما نعرف وا وا قرب قرب كورك شويه باين معاكم مش في هذا ايوه كلام خسخس اسمع محمد انت تشوف التلفزيون ايوه اشوفه طيب ما هذا الذي في الصحن هذا سؤالك هريس ها هريس بقى هريس هريس بايه ماشي لحم في شكله الا 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 في لحم الا الا ها هريس بايه باللحم بالخم يا ابو خلاص دمبق يا ليت قال هريس دمبق يا ليت دمبق قوله دمبق يا ليت يا ولد يا ولد خلاص شبعبه لما يخلص شبعبه اسمع اسمع يقولون كل شويه عشان بيخلون الغدوه نيرت من عدل شوف هات هات الكاميرا على شوف ينفع زوم هنا يلا هات كلوز عليها الله عليكم شوف هذا تؤكل بالاصبعين هكذا هكذا هذه الاداه حق الحضاره اوه باي يا ساتر يا رب ثم مره اخرى صلوا على النبي يا جماعه تفضل كمل الباقي اوه نكمل واه بغيت قهوه ولا شاي دابا نعزم الضيوف فيه مين الضيوف اللي يتصلون خلوا الضيوف هذا واكب بموت صبعه ومعه مفتش وحيد تعرف فيلم كرتون قديم اسمه المفتش وحيد صبعه يطول ويطلع مفكات من صبعه في امريكا ايوه يعني في هريس في حاجه اوه مليان غطها هلا بنخليها لبكره ايوه خلي لبكره عمر العمودي شيلها سفري معه خل اسمع عمر العمودي قال بيشيلها عمر العمودي نحن نسميه عمر هيل عمر هيل ليش والله ما عليه عمر انا اسف والله هيل ايوه وين لقي قبل يومين اقول لك طرح هيل 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 عبى دله حق القهوه هيل ايوه بعدين عطس فيها هذا بس المأدي طرح الفاير الضيف مسكين يشرب قهوه والهيل يطير من مسمعه طيب والله قعدنا نجمع الهيل من الرجال عمر العمودي الله يسامحك عندي شيء اخر ايوه هذا هو شوف اليوم عبوها دل حلاوه امس الضيف قال لهم وهذا فاضيه قاموا قالوا لا عيب عليك ما هذا يلا المتصل اول متصل يجي الحين يجاوب يجاوب ما هذا اللي موجود داخل القصعه هذا احسن وصل ها يلا السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف حالك يا سالم هلا والله طيب كيف كل كل بالعافيه عليك كيف امورك طيب والله لك الحمد والشكر اخبارك انت طيب الله يخليك تحب الهريس احب العصيد ما هذا؟ ها؟ ما هذا في 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 ايدي؟ ما ادري ما 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 عندي تلفزيون وربي لا اديك دمبق يا ليد لانك قلت عصيد يلا قال عصيد ولا لا؟ دمبق يا ليد يستاهل والله ايوه قال عصيد يا متعلمين يا بتوع المدارس يا جوري ايوه كيف حالك؟ عندك
صوتك ما هو غريب، كم مره اتصلتي انت ما شاء الله؟ امس. امس بس؟ ها؟ كنتوا طابخين كب... انت يوم الكبسه العالمي كان ولا ما كان؟ لا لا لا، قلت لك ما طبخنا. طب انت التلفزيون قدامش؟ لا والله. اه عاد ينفع. ايه؟ لا لا ولا شيء، كنا والله بغيت بربحش من ادري هذا ها. شوف الظاهر هذا ولد ذئ. يا جماعه شوف الصغير هذا طرحته بشق امه، حد يجي يشله يعني، ايه الفائده من هذا؟ هذا سفري يعني، اللي بيطلب سفري وذا ما طبعا مر العمود اذا قاعد بغيت نحن حياه والله قريبة. مر العمود اي والله. اه واحده شوف واحده في... لا مر العماريه اي شيء قدامه يكرفه. هذا عمر العبودي جابه من غرفه نومه، هذا يطرح فيه بخور يخليه في العيد يتبخر به. تقول بسم الله خلاص يا جوري، معليش اشغلناش من مشاكل عائليه والناس جابوا عفشهم. جاهز للسؤال يا جوري؟ جوري جاهز للسؤال؟ ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم شهير للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل هو ذو الوشاح ام ذو الفقار ام ذو الهمة؟ يلا الضيف بينقلش يلا. ذو الوشاح ام ذو الفقار ام ذو الهمة؟ تلفزيون المشكلة. ها؟ عندها ما انت قدام تلفزيون صح؟ الله عليش دمبو قليل. يا الله قال لك دمبو قليل. ماشي داي. خلنا بروح يا جماعة، هاتوا مناديل للضيف والله صدق، قاعد يغمس هريس يغمس هريس والله، تقول اثنين يخبون ورا بعض. هاتوا له مناديل شوية يعني. يا عمر عمر العمودي يتنفر بها مسكين. مسكين عمر العمودي الله يحفظه، عادوا يندر هيل. يا حي الله. أباي جاء عمر، جاء قالوا عمر داخل لنا، بالله توسط لي، إن كان جاي بيهد عليك توسط. لا ما عليك، عندي هاي المنصب. السلام عليكم، شي معنا اتصال؟ الو. ايوه الو. الو. هلا. الو. 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 هلا. من معي؟ مازن خالد. اهلا يا مازن، كم عمرك؟ 11. ما شاء الله. 11 زائد 1 كم؟ 12. دمبق يا ليد، الله. الله يعني سؤال صعب كان. دمبق يا ليد. عمر يعني كذا الحين لحس صباعي ولا النجم كده. النجم عمر العمودي النجم يا المنصب النجم. ها بتزقلبه؟ ماشي بتزقلب بالمناديل؟ طيب لحس صباعي يلا يلا. طيب عشان يدخل بالمناديل ما ابغى احد يشوفه اليوم. استحي كنا صغير. فاصل ونرجع بعد ما يخرج عمر العمودي. هنا في بقعة الضوء هذه اجتمع ثلة من حفظة وحافظات كتاب الله تعالى من مختلف مديريات محافظة حضرموت، يتنافسون للحصول على المراكز الأولى وحصد لقب هذه المسابقة. اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى: هيا بنا نتأمل. يتنافسون على أشرف كتاب في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. غرد يا صاح رتل مساء أو صباح تلقى انشراح. عد أهم خير. عد يا ابني. أحسنت. ناد الرفاق في حفظه نجري سباق، في الود باق فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. هذا البرنامج برعاية مجمع الصديق القرآني النموذجي تريم بلد الصديق.
بغيت القهوه في هذا ولا في حقنا في حقنا هذا كانه ما هو نظيف عادي يا ريال حاطينه زينه والله زينه والله مع انه زين ذي الفخار حط يا ابوي توكل والله توكل لا 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 والله بعدين عمر ما غسلوا عمر العمود الله يهديه جاب الصغيرين كله من عمر امهاتهم ولا غسلوا من اول انت جربها لانه هذه اللي بالهيل شوفوا صحيت لا تقول انصحيت من النوم حصلت شيء كمان ذر ايوه في المخده لا تحسبه قشره ولا ذر وتروح يعني تقول عين صابتنا هيل حق عمر لا هذا هيل حق عمر الله عليك تفضل هذا هيل بالقهوه ما شاء الله بغيت زياده هيل خلاص كافي لا كافي ما قصر عمر معي ما قصر والله عمر ما شاء الله عليه اقول لك يخرج من جيبه الهيل والله مصدق هيل والله والله مصدق عمر وشاهد شاهد من اهل القهوه خاف الله من اهل القهوه ايوه قول له قول له اوه وايه الحين وايه عمر وايه عمر شفنا بعضك يا خزوتك يا عمر هذا هذا جوالي بنشوف ما حد اتصل والله اتصلوا ناس عايز صبي الحين ما مشكله في ناس جابوا رقمي الصوت لا ما هو من هنا اواي يا قلبي يتصلون الناس بغوا بيشاركون في الدكه عيشه من جده لا تطلع امي من ده هنا يتصلون والله تطلع امي ولا حد احمد باب ايوه الو لا ما هو صوت امي وطي صوت التلفزيون الو 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 وطي صوت التلفزيون الو وطي ما هو تنفسي في التلفون الو يا عائشه قامت تجري قامت تجري لا ايوه ايوه عائشه وطي وطي الصوت وطي الصوت اسم ابوش كيف؟ قاسم ابوش حسين عيش حسينه حي وسهلا بعيش حسينه اهم شيء عيشه ما هي عائشه لا عيشه ايوه حتى كتبوها عيشه انت قاعده تخبين يا عائشه ولا لا ما اخب فين اخب؟ ما اسمع هللي 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 ذكري الله وهدي بعدي الله وانت ريضه تمام ونجيب لك سؤال زين يفرحش هات وين السؤال وين السؤال هذا دي بشكل ولا خلص لا دي صعب فكك منه جاهزه يا عيش حسينه ايوه الظاهر كانت في المطبخ وشردت من المطبخ طبخين ايه النهارده يا عيش حسينه انت ماسكه معاك المصري اليوم وات لي هيل زياده لا يا شيخ وعيش نعم طبخته طبخته على السحور دجاج رز سمك رز سمك اوه الحمد لله حد غير اخيرا الحمد لله بنحصل دجاجتين صيادية ولا واحد بنحصل عاد نحن دجاجتين جاهزة للسؤال يلا قبل انقطع النفس ما شاء الله عليك عيشة ايوه نعم جاهزة للسؤال جاهزة انت قدام التلفزيون ايوه عشان كذا فرحانة تشوف اسمها تحس بأنها مشاغبة مسحو اسمي ما لقيت شيء طيب اسمع السؤال عاد اي لسه ايوه قاعدة تسمع من التلفزيون عيشك عيشة وطي وطي صوت التلفزيون يلا وطيته عيشة عيشة العصيد يتكون من العصيد ايوه من الدقيق والحيدوان يلا دنبق يا حيدوان دنبق يا ليل والله شكلها خبرة بتموت علينا منين يعني بعد كل النفس هذا وتجاوب غلط لا 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 بيصيبها شيء ما يقع سلام عليكم واو واو سلام عليكم واو من داخل ما تسمعون يا للدار اي تعرفهم لا دائما طرب عليهم واو سلام عليكم ايمان ايمان واو فتحوا السده يا للدار ما احد خلاص ايمان كلها ايمان ان شاء الله يا اخي الله يزيد كيف امريكا ما قد حبيت والله بغيت بحب امريكا لازم والله يبغى لك ولا تروح مع خالد با مشموس خالد مين با 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 لحظه با مشموس ايوه رياضيين دحين تمام يا خالد شوف الدوال الله يرحمهم يطول في عمارهم يقولون با مشموش با مشموش مستحيل يضيفوا سين وشين مع بعض السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا استاذه خديجه كيف حالك الحمد لله اقدر اعرف اسم ابوش
خديجة حمودة. أوه نعم. أيوة سهلة خديجة حمودة يا حيو سهلة منورة والله. حياك الله. الله طب خلينا النهاردة خديجة حمودة. لا اليوم إجازة. طب جبتوا إيش من المطعم عشان أعرف إيش أشتري وأنا راجع. دجاج. لا تقولين دجاج. أيوة لا تقولين دجاج. أجيب هريس. لا لا بيض وفول. بيض وحوت فول فول وفول وفول. لا زين 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 تقول لك يعبي البطن ما عاد يخلي يعني ما عاد يخليك تجوع لما ثاني يوم ترسب ما عادك. هو هذا. أيوه. وهيل شممه هيل حق عمر العمودي. حق عمر اهم شيء انه حق عمر. جاهزه خديجه حموده؟ جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلق العرب على الصحراء لقب او كنيه، هل هي أم عوض أم أم مبروك أم أم عبيد؟ والله دينا شكلهم كلهم حضرميات. أيوة. عياوز حضرميات. آه. أم عبيد؟ كلهم أمهات؟ والله كلهم أمهات في محو الأمية قاعدين. أنت التلفزيون قدامش؟ أم عبيد. ها؟ آه؟ أم عبيد ثالث. أم عبيد؟ جابتها جابتها. دنبق يا ليد دنبق يا ليد. شرحه وقلنا لك من اول اقوم شرح. انت ما بغيت انت انت اللي ما بغيت. انا بغيت حق قنقم ستايل. اقوم والله قوم بنشل الشادر عنا احنا. ذا عندي رباط صليبي. سلام عليكم. شفتوه شفتوه. سلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ عندك حياك. يلا خذها يا حيا وسهلا. من معي؟ يا حيا وسهلا. مرحبا عبد الله. حيا وسهلا عبد الله. كيف الحال؟ من وين؟ الحمد لله. من جده. من وين؟ من جده. جويزة. من وين؟ جويزة. جويزة جويزة جويزة. يا حيابك. طيب صحيح. بغيت والله معي سؤال ضخم. طيب ضخم انا اللي في الزق. بنساعدك لك في الشعر. لك في الشعر كذا الا نسمعه بس. طيب يعني حاول الحين بتسمعه. حاول بتسمعه دحين. بتسمعه دحين. طيب يقول لك بسألك يا عاشور عن حال البلد. الله. واخبار غنانة وكيف الناس والبلدة. من قصيدة دي من قصيدة للشاعر حداد الحسن الكاف. لا استقل لك جو. أنا بغيتك تعيدها عم عثمان صدى بريالين. يقول لك بسألك يا عاشور عن حال البلد. شفت؟ وأخبار غنانة وكيف الناس والبلدة. هذه من قصيدة للشاعر حداد بن حسن الكاف. تمام؟ فما المقصود بغنانة؟ قالوا أخبار غنانة وكيف الناس والبلدة. ما المقصود بغنانة؟ الغنة تريم؟ تريم تريم. ولا الغنة شبام؟ الغنة تريم. لا واضح. قل له واضح. هاي تقول له دنبق يا ليد. لا كلام يا ليد. روح شوف أنا قمت هو ما قام. شفتوا بعدين يقول عيل. خلوكم شاهدينا. سلام عليكم. عليكم السلام. بدور كيف حالش؟ الحمد لله كويسة. كويسة الحمد لله. من جدة؟ اي نعم من جدة. طيب اسم ابوش؟ جابر. مين؟ جابر. جابر. طب اي يقولوا له يعني بدور جبورة ولا يقولوا ليش؟ جبورة جبورة جبورة. ايوه لانه جديد. جبورة جبورة صح؟ اي صح. طيب طبخين ايه النهاردة يا بدور جبورة؟ مضبي. مضبي دجاج صح؟ دجاج ولا لحم؟ مضبي دجاج ولا لحم؟ لحم. الحمد لله بحصل دجاج ثاني وانا راجع الحمد لله. طيب جاهز للسؤال يا بدور جبوره؟ جاهزه. طيب يقول لك اكثر دول العالم انتاجا للفول السوداني، هل هي السودان ام الصومال ام الهند؟ وصلت؟ كيكه بشوف بشوف السودان. لا الفول السوداني ما له دخل بالسودان. طول عيد الخيارات. السودان ولا الصومال ولا الهند؟ الهند. الهند. دنبق يا ليد. دنبق لبدور جبورة. دنبق يا ليد. سلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. يا اخبارك؟ الله تمام. كيفك ابو بكر؟
والله الحمد لله. صحوك من النوم قالوا لك شارك ولا؟ لا لا. طيب أبك بك نوم يا أبو بكر. وراك من عليك؟ لا لا بس حد أول مرة يعني مسك معي الخط. آه طب مفروض تفرح ما هو تزعل. هو الحين مربوش أكون. آه مربوش إلا ربشة. لا 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 فكها فكها. لق هو كذا التلفزيون قدامك. آه عندي تلفزيون. أيوة لق هو كذا. ربشة ربشة. أيوة والله قبل شوية دقت واحدة اسمها اللي كانت تتنفس في التلفون. والله واحدة قاعدة تخب في الدار كلها. عيشة 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 يا أبوي. عيشة خديجة. عيشة عيشة ولا خديجة؟ عيشة خديجة يا أخي. عيشة من اللي كان نفسها أبو بكر؟ خديجة ولا عيشة؟ أبو بكر حقها دنبق عليها. شوف الحين مربوش ما هو مصدق قاعد يطالع في الجوال. لو جابها صح دنبق ها يطالع في الجوال ويرجع. ألو معك معك. ايه اوه باي مراد دك. ايوه جاهز ابو بكر للسؤال؟ يلا جاهز جاهز. من هي اول زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هي خديجة ام عائشة؟ خديجة بنت خويلد. الله عليك دنبق يا ليل يا ليل. صالح السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ طيب ان شاء الله. والله طيب. انت شلونك؟ شلون الوالدة؟ والله بخير تسلم عليك. انت شلونك؟ شلون الاهل؟ انا مرة العام دعمت عليك يوم قلت عشان اسم الوالدة تذكر؟ هذا قبل سنتين. ما الله عم صالح. ايوه. ايوه واليوم ترى قلت اسمها بتزعل ولا عادي؟ زعل وقال لي ابغاك تعتذر من الوالده. قلت له لقيت. قال لي لازم تعتذر من الوالده. أيوة. قلت له والله والدتي اعتذر منها واسلم على راسها وعلى يدها ورجلها. قال لي ليش تقول اسمها؟ قلت له وش المشكله اقول اسمها الحين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. لا 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 أيوة. انت عكس عكس الكلام. ها والكلام انت قلت لا 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 تقول لا تقول اسم امي. انا قلت اسم امك تفتخر بها يا اخي. انا قلت اسم امي عم صالح 300 مرة في الحلقات الين هي قالت لي لحد تقول اسمي. عشان كذا بعدين امزح مع عمر العمودي واقول لك ان شاء الله. امين امين. الجميع يحفظ لك والدتك. وانا متشرف باتصالك للمرة الثانية عم صالح. والله لا شرف لي يا اخي. طب يلا قول لي ايش اسم امي وبفوزك. عطني اول حرف. عين. عين واخر حرف بس خلاص. ايش؟ عايشة عايشة عايشة. دمك يا ليت. اعطوه اعطوه دمك عم صالح يستاهل. ابايض يا ويلي من امي. وانت عم صالح لا اتصلت لا تفكر نحن بالذي مضى دحين كل ما بتتصل. انا صالح اللي خاصمتك ذاك اليوم علقتك على. يلا خذ اريج من جده. يا حيا اريج. يا السلام عليكم. كيف حالك؟ عليكم السلام. شهر مبارك. علينا وعليكم ان شاء الله. واتلقون اليوم؟ طبختوا شيء زين؟ نطبخ. طبخين ايه النهارده؟ قول طبخين ايه النهارده؟ ايوه كيف دجاج ورز. دجاج؟ يلا الحبتين دي بنجيبها خلص والله معاشي الظهر. مراد بيزعل اليوم من قفانا بياخذ العصير وبيروح بيتسحر به. اي والله تعرف تقرا هذا السؤال؟ خلص الدجاج على الرجال هت. بتعرف تقرا؟ مشبك انجليزي المشبك. والله مشبك من صدق ما حق الشحر. ها اريج اريج. ايوه معك. اسم ابوش. ابوي محمد. محمد؟ ايوه. اريج محمد حيو سهلة. طيب. جاهز للسؤال يا اريج محمد؟ ايه محمد هذا بوصل. يا اخي الحمد لله على السلامة. يلا اسلم سمعي السؤال ان شاء الله تفوزونا. خلاص ابشري ولا يهمش. طيب يقول لك يا اريج. ايوه. احمد بن الحسين هو الاسم الحقيقي لي. هذه معجزة انك قريت السؤال. شفت معاناتي؟ بعدين يقول لك يزعلون هناك. احمد بن الحسين هو الاسم الحقيقي لي المتنبي الفرزدق او ابو نواس. احمد بن الحسين هو الاسم الحقيقي لي المتنبي ولا الفرزدق ولا ابو نواس؟ المتنبي. دنبق يا ليت. حتى صفقته بلا صوت. عاني انا معلش هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ اوه يفزع. صالح. صالح صالح اللي زعل مني؟ تتزعل الناس كلها؟ لا لا واحد بس زعل. بس. كان سوء تفاهم يعني. صالح. عفا عليك من يزعل منك.
الله يسعدك يا شيخ. أمين وياك. فرحتني والله. طيب يلا سؤال، سؤال مرة سهل. من هو النبي التي الذي كانت معجزته في الناقة؟ يا صالح لما عرفت من غير خيارات. من غير خيارات. صالح يا ولد. يا ولد يا ولد دمبق يا ليل. قالوا لي لا تخلص الأسئلة. ماشي ثاني. أوه سامع. ألو السلام عليكم. وأنا بنتكلم معك. أتكلم أنت. كيف الحال؟ الحمد لله. أخبارك؟ والأخبار زينة. الله يعافيك. ويلقون استقلال عندك زعقون. والله تعرف. وين الأسئلة؟ هات هات السؤال. خذ. وين الخلق؟ خذ. والله كم الخلق صادق. هذا من حكم الخلق دي خدتها. كيف بغينا كيف لك في في التاريخ ولا في الشعر ولا ما بغيت بالضبط؟ هات جمل اللي بغيته ونحن معك. نزقل. خلاص قل. احنا بنساعده. طيب يقول لك مملكة حضرموت يعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد بعد الميلاد ولا من الميلاد؟ بعد هواي. هيا كيف هي كم تتوقع كم حضرموت لها يعني كم يا أخي؟ أنا أقول لك 3000 سنة. أنا أقول لك بجيب له يعني تبسيط للسؤال. شوف يا سعيد. هاي هات. في يعني نبي من أنبياء الله موجود كان في منطقة حضرموت. أيوة هود عليه السلام. عليه السلام. معناته مملكة حضرموت كانت قبل الميلاد. الميلاد ها؟ قبل الميلاد. قبل الميلاد. الله عليك. هذا كلام يا ليل دمبك. أوه يلا. ألو السلام عليكم. ألو ألو أوف. ألو السلام عليكم. معك سعيد. سعيد معك. عادك سعيد ما رحت؟ يلا خلاص سعيد ما ادري قاعد سعيد مسكين. عجبه عجبه. السلام عليكم. الو الو. خال عيشه. كيف حالك؟ ما شاء الله يا معيشات. طيب الحمد لله. الله يحفظك يا خال عيشه ويطول بعمرك ان شاء الله وشهر بروك. والله انا ما دام سمعت صوتك بخير. انا كبار السن هذول يعني يوسعون صدري على قولهم يعني تدخلون البهجه والله لما تتصلون علينا وتتابعونا تحسسونا بمسؤوليه ويعني من اول يوم اللي تابعك. الله يا خاله والله يا قلبي. الله يحفظك. امين امين. ايوه ادعي لي. قعدي ادعي لي ادعي لي وبتفوزين بس. الله وزير اللي جنبك. ها وحفظ وزير اللي جنبك. ابا وزير ايش يا خاله وراش تعرفين امه؟ الله يطول بعمرك ويحفظك يا خاله. يلا كلمها تعيش العافيه. ها هاتي السؤال. ما بغينا بنفوزش بلا سؤال. موافقه؟ موافقه. طيب اليوم اليوم كم من ايام ربي في رمضان؟ كم التاريخ اليوم؟ اليوم 6. ابا لا هي قصدها دخلنا 6 صح؟ دخلنا 6. الله الله صح دمك يا ليت. شكرا يا خاله عيشه. والآن مع الفقرة اللي ما أحد يحبها دخول عمر العمودي. تعال يا عمر. يلا تعال تعال يا عمر ولد تعال. والله والله ما بقول اللي قاعدين يقولون قول ورية بس أنا ما بقول. والله كلهم قالوا كل الكنترول قال كأنهم عليك يا عمر. يلا بسرعة قالوا معاشي وقت. هذول الفائزين من حق أمس. طيب تمام. واي عمر برافو تشارك والله. واه حلو القرمه هذا. ما طيب. الفائز الاول. لا هو فائز واحد حطه على الكاميرا. هو بس أيه. فائز واحد. يلا مسك يا سامي. من الاسم الف مبروك سامي مبارك من الرياض. دمبق يا ليد لسامي. خلي 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 والله قالوا خلي له معنا سؤال له. طيب تفضل. ليه تسوي هيل يم؟ ليه أسوي هيل جم ولا يم؟ يم. ركز عشان تكون أدو يا باي يا باي. عشان تكون حلو على الحلق يا أخي. حلل يا أخي.
ما هي ثقيلة القهوة، ما هي ثقيلة بس اللي مسكها ثقيل. اسمع والله من الكنترول، ما معنى وري؟ ها؟ من الكنترول سؤال. وري يعني صومالي أو لا يا ولد أو شيء باللغة الصومالية. إيه باللغة الصومالية. باللغة الصومالية. باللغة الصومالية. يعني يا ولد أو يا رجال أو حاجة زي يا زول بالسوداني. أيوة. يا أخ معناها. يا وري يعني أنت بتنادي واحد. أيوة يا ولد يا أخ. إيه بالصومالي. يا وري أيوة. وبالسوداني. يا زول الله عليه هيا قلت دم بقالي دم بقالي دم بقالي وبالحضرة ما يقولون ها ايش اذا تبى تنادي واحد بالحضرة يا ليد يا ليد يا ليد مرة يا ليد ما قصرت يا عمر. ايوه للاسف وصلنا لنهاية حلقة كانت جميلة وظريفة ولطيفة والله كنا نتمنى انه نبغاك في حلقة ثانية موافق يا ولد هلل ها هلل هلل لا اله الا الله كلمة الجمهور حضرموت وجمهور قناة حضرموت يا حي وسهلا كيفكم؟ أول شيء رمضان كريم وصراحة كنتم متابعين جدا كويسين وإن شاء الله تتابعون تستمرون تتابعون البرنامج أكثر خلوكم مع أمراد شوفوه في اللايف حق القنوات في السوشيال ميديا وإن شاء الله نشوفكم مرة تانية. الله يعطيك العافية محمد. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، كانت حلقة ظريفة والله يطول بعمر الشيخ خالع عيشة بادحدح أه؟ بروق طيب بروق وفي شكر خاص لمكتب القناة في حضرموت على تعبهم معانا من قبل رمضان وشكر خاص قالوا للأستاذ بروق الله يعطيه العافية أمس أحمد بروق شكرا لك ولا تزعل عليهم ولا زعل يا رجال والله إنهم بس يلا 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 تصبحون على خير. سلام عليكم بكرة ضيف جديد وحلقة جديدة. سلام عليكم.